الهلال علينا دم. إياكم فستقطع يده. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من المستقبل. وفي العناوين: علي عيد لم يمثل أمام القاضي أبو غيدة، وترقب في طرابلس بعد مقتل مسؤول في جبهة العمل الإسلامي برصاص مجهولين. سليمان يعود إلى لبنان في ختام زيارة إلى المملكة السعودية، التقى خلالها كبار المسؤولين والرئيس الحريري. معارك ضارية في السيدة زينب والأحياء الجنوبية، وقذائف على البنك المركزي في وسط دمشق. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد والرياضة: نحاس يقترح تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وجمعية شركات الضمان. دورة حسام الدين الحريري لكرة السلة تنطلق الخميس في المنارة. أهلا بكم. لم يمثل رئيس الحزب العربي الديمقراطي النائب السابق علي عيد أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة لاستجوابه بشأن تهريب متهمين في تفجيري طرابلس، وفي حين تقدمت وكيلة عيد بدفوع شكلية مؤكدة أن حضورها يعني حضور موكلها. استمع القاضي أبو غيدة إلى الموقوف في قضية تهريب متهمين إلى سوريا. شحاد جدود. كما كان متوقعا، لم يمثل علي عيد أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة لاستجوابه في قضية تفجيري طرابلس وتهريب مطلوبين للعدالة من لبنان إلى سوريا. غاب عيد إذن، وحضرت وكيلته المحامية هيام عيد التي تقدمت بدفوع شكلية تتعلق بعدم قانونية ملاحقته، وطلبت فيها استرداد بلاغ البحث والتحري الصادر في حق عيد من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر. وبعد الاطلاع على الدفوع أحالها القاضي أبو غيدة إلى القاضي صقر لإبداء الرأي قبل أن يتخذ قراره بقبول الدفوع أو ردها في مهلة لا تتعدى الأسبوع، فيما أكدت عيد أن حضورها يعني حضورا لموكلها. إلى ذلك استجوب أبو غيدة الموقوف شحاد شتوت في حضور وكيلته هيام عيد حول تهريبه السورية سكينة اسماعيل المتهمة بالاشتراك بإدخال السيارتين المفخختين من سوريا إلى لبنان، كما تقدمت بوكالتها عن أحمد العلي بطلب لتخلية سبيله بعد 5 أيام على صدور مذكرة التوقيف الصادرة بحقه بجرم تهريب المتهم بتفجير مسجد التقوى أحمد مرعي إلى سوريا. وأحال أبو غيدة الطلب إلى مفوض الحكومة لإبداء الرأي. في شأن أمني آخر متصل بطرابلس، قتل المسؤول في جبهة العمل الإسلامي سعد الدين غي برصاص مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية، أطلقا النار عليه بينما كان في سيارته في منطقة البحصة. وفي حين عملت المباحث الجنائية بمواكبة وحدات من الجيش اللبناني على الكشف على سيارة غي وجماعة الأدلة من المكان، طالب رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد الشيخ هاشم منقار الدولة اللبنانية بحزم أمرها لكشف الجنات وإنزال أشد العقوبات بهم، لأنه جاهر بعداوته للأمريكان. قال: إن كان قاتلت الأمريكان في العراق، فإن جاء الأمريكان إلى سوريا قاتلت مع سوريا ضد الأمريكان. هل هذا يضعه في مصاف العمالة والخيانة لأمته؟ هذا سؤال برسم الجميع. منسقية الإعلام في تيار المستقبل أعلنت في بيان لها أن أحد مواقع التواصل الاجتماعي التي تتعاطى في الشأن الطرابلسي أوردت خبرا مفاده أن عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش قد نعى غي وطالب نواب تيار المستقبل بالانسحاب من طرابلس. وأكدت المنسقية أن هذا الخبر عار من الصحة باعتبار أن علوش خارج لبنان منذ الأمس ولم يصدر منه أي موقف بهذه القضية. وللمزيد من التوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى علوش الموجود في إسطنبول. أهلا بك دكتور علوش، هل من توضيح إضافي على البيان النفي الذي أصدره تيار المستقبل؟ يعني بالبداية أنا لا أعرف من هو القتيل ولم أعلم بقضيته قبل أن تأتيني المعلومات عن حديث يطالني في قضايا التواصل الاجتماعي. وهناك في الواقع حملة واضحة ضدي وضد تيار المستقبل على مدى الأيام الماضية لوصفنا بأننا خارج المشروع الوطني لهذه المدينة.
إننا نؤكد بأن مع رفضنا لمنطق عن اغتيال بغض النظر عن من يقال أن القضاء هو وحده الذي يحاكم، ولكن بنفس الوقت لم نصرح ولم ندخل في هذه المهاترة، ونعتبر أن كل من يقوم بهذه الأعمال هو يخدم قضية النظام السوري وأعداء هذا البلد. دكتور علوش، هل من تعليق على عدم حضور علي عيد اليوم أمام القضاء للتحقيق معه في مسألة تهريب متهمين إلى سوريا؟ يعني علي عيد دخل في إطار القديسين الذي يحميهم النظام السوري وحسن نصرنا، وهو عمليا لا نحتاج للكثير من الأدلة على إجرام هذا النظام وحمايته للإرهابيين علي عيد، ولكن بالتأكيد على القضاء أن يقوم بإجراءات لازمة والقوى الأمنية، خاصة بالنسبة لرفعة عيد الموجود ومعروف مكان إقامته بتهمة التهديد بقتل والاعتداء على المؤسسات الأمنية وعلى السياسيين. لذلك فإن القضية لا تقتصر هنا، بل هناك إجراءات أخرى يجب أن تقوم بها المؤسسة القضائية، وبالأخص بالنسبة لجعل اعتبار أن سحب رخصة الحزب العربي الديمقراطي واعتباره خارج عن القانون. شكرا لك على كل هذه التوضيحات الدكتور مصطفى علوش، كنت معنا مباشرة من إسطنبول. عاد رئيس الجمهورية ميشيل سليمان إلى بيروت في ختام زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية استمرت يوما واحدا، أجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين في المملكة ومع الرئيس سعد الحريري. المحادثات اللبنانية السعودية انتهت إلى التأكيد على أهمية حفظ الاستقرار السياسي وتعزيز خط الاعتدال في المواقف السياسية وتطبيق إعلان بعبده. شدد رئيس الجمهورية ميشيل سليمان وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في لبنان وانضواء جميع الأفرقاء تحت الثوابت الوطنية التي تبقي لبنان بمنأى عن تداعيات ما يحصل حوله. مواقف الجانبين اللبناني والسعودي جاءت خلال الاجتماع الذي عقده الوفدان اللبناني والسعودي في القصر الملكي بالرياض، وقد ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء حضره الرئيس سعد الحريري. البحث تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والدور المساعد الذي يمكن أن تقوم به المملكة من أجل دعم الوحدة والاستقرار. وتناول اللقاء أيضا الأوضاع في المنطقة وخصوصا في سوريا والمشاورات الجارية من أجل عقد مؤتمر جنيف 2 ومواقف الأفرقاء الداخليين والمعنيين بالموضوع، حيث تم التشديد على وجوب إيجاد حل سياسي للوضع ووقف القتل والتدمير. كذلك تم البحث في موضوع اللاجئين السوريين إلى لبنان والعبء الذي بات يشكله العدد الضخم لهؤلاء اللاجئين، حيث أبدى خادم الحرمين الشريفين استعداد المملكة للمساعدة وتقديم الدعم للبنان كي يستطيع مواجهة هذه الأعباء في انتظار عودتهم إلى بلادهم. وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز خط الاعتدال في المواقف السياسية وتطبيق إعلان بعبدة الذي قضى بتحييد لبنان عن المحاور والصراعات، خصوصا وأنه يمر بأوقات سياسية واقتصادية دقيقة على أبواب استحقاقات أساسية، وتم الاتفاق على متابعة التشاور الثنائي عبر القنوات المعنية. ومساء أجرى رئيس الجمهورية محادثات مع ولي عهد المملكة الأمير سلمان بن عبد العزيز، تناولت العلاقات بين البلدين والأوضاع في المنطقة، واستكملت المحادثات إلى مأدبة عشاء أقامها ولي العهد تكريما لضيفه اللبناني. وكان رئيس الجمهورية استقبل في مقر إقامته بقصر الضيافة الرئيس سعد الحريري وتناول معه الأوضاع السياسية والأمنية المطروحة راهنا على الساحة الداخلية. ثم استقبل رئيس الجمهورية رئيس الحرس الملكي السعودي الأمير متعب بن عبد الله وعرض معه للعلاقة الثنائية وأهمية مساعدة الجيش اللبناني التي أصدرت المجموعة الدولية لدعم لبنان في خلاصة اجتماعاتها في نيويورك بندا يشير إلى مساعدته، إضافة إلى البنود الأخرى للمساعدة السياسية والاقتصادية في مجال إيواء اللاجئين السوريين. وتناول الرئيس سليمان مع وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف علاقات التعاون في المجال الأمني وتبادل المعلومات وتعزيز التنسيق الثنائي القائم، كما أطلعه على أجواء نتائج مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان. مستشار الرئيس سعد الحريري الوزير السابق محمد شطح أوضح أن تشكيل الحكومة لم يكن جزءا من المباحثات في الرياض. وقال شطح في مقابلة مع برنامج كلام بيروت إن الرئيس الحريري يمثل الشراكة الإسلامية المسيحية والاعتدال الإسلامي الذي يحاول البعض تصويره بالعكس.
المملكة العربية السعودية بهالصورة وبتأييدها لإعلان بعبده، شو هو إعلان بعبده؟ هو تكريس لهالفكرة. نعم وجود ميشيل سليمان وسعد الحريري لا يختصر القيادات اللبنانية، طبعا نعم. لبنان أوسع وأكبر وطوائف متعددة، ولكن بهالصورة سعد الحريري يمثل الشراكة الإسلامية المسيحية بجميع طوائفها، ويمثل الاعتدال الإسلامي يلي كتار عم يجربوا يصوروه أنه بالعكس تطرف. أنه الآن السعودية هي بلد التطرف، السعودية نعم. هي بلد رفع الإسلاميين الجهاديين اللي عم يحاربوا في سوريا ومحل وفي لبنان، بينما هذه الصورة تقول نحن مع لبنان اللي نعرفه، نحن مع لبنان الاعتدال، نحن مع لبنان الاعتدال الإسلامي الشريك للشريك المسيحي في لبنان. رئيس كتلة نواب حزب الله النائب محمد رعد اعتبر أن الحكومة لن تتشكل من دون المقاومة، وإذا حصل ذلك سيبقى البلد معطلا ولن تستطيع أن تحكم في لبنان. وأضاف رعد أن هذا الموقف طبيعي، لأن لا أحد يستطيع أن يتجاوز المقاومة وجمهورها أو أن يشطب مكونا أساسيا من مكونات البلد، قائلا إن الوجه الطبيعي للبنان الآن هو الوجه المقاوم. تسلم المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم من النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود الموقفين العميد إبراهيم بشير وزوجته ومحاضر التحقيقات التي أجريت معهما حول اختلاس الأموال من الهيئة العليا للإغاثة. وقد بدأ القاضي إبراهيم دراسة الملف على أن يدعي على بشير وزوجته وكل من يظهره التحقيق في هذه القضية يوم غد. سقط 20 قتيلا اليوم بنيران كتائب الأسد التي كثفت من قصفها على الأحياء الجنوبية من العاصمة دمشق إضافة إلى الريف، فيما سقطت قاذفتا هاون على محيط البنك المركزي قرب ساحة السبع بحرات وسط معارك ضارية على جبهات درعا. إنها معركة حقيقية، معركة أرادها الشبيحة في الأحياء الجنوبية للعاصمة دمشق لقطع الإمدادات عن الغوطتين. القصف استهدف برزة والحجر الأسود والقامون ومحيط مخيم اليرموك، وانهالت الصواريخ أيضا على العساري وجوبر وتشرين، وسقطت قذيفتا هون في محيط البنك المركزي في ساحة السبع بحرات. العنف امتد إلى الريف الدمشقي وتحديدا إلى الغوطة والقلمون ويبرد مع ضمية الشام وصقبة، فيما تواصلت المواجهات بين الجيش الحر وكتائب الأسد المدعومة بمسلحي حزب الله في السيدة زينب وفي محيط الحجيرة البلد وداريا. كما تجددت المعارك على جبهة معسكر وادي ملوك في تلبيسة بريف حمص، وسط قصف مدفعي تعرضت له أحياء حمص وريفها وتركز على الغنت ومهين. الجيش الحر اشتبك مع عصابات الأسد في حي طريق السد في درعا بالتزامن مع قصف مدفعي على درعا المحطة ونوى بلدة عثمان وإنخل في الريف. الله أكبر. أحياء دير الزور المحررة كانت على موعد مع القصف العشوائي وسط اشتباكات في الراشدية والرصافة والموظفين والصناعة. إلى الشمال السوري ومع تصاعد وتيرة المواجهات داخل مدينة حلب وريفيا وفي ظل محاولات قوات النظام التقدم للسيطرة على المناطق في المحافظة الشمالية، أعلنت أكبر تشكيلات وفصائل الجيش الحر النفير العام للمشاركة في صد هجمات قوات النظام المدعومة بالميليشيات الموالية في وقت استمرت المواجهات قرب مطار حلب الدولي. وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب عضو مجلس قيادة الثورة بريف دمشق محمد السعيد. أهلا بك سيد محمد، لو تضعنا في أجواء التطورات العسكرية في العاصمة دمشق وريفها لهذا اليوم. السلام عليكم. قوات النظام السورية اليوم استهدفت بلدة بيت سحم في جنوب العاصمة دمشق بالمدفعية الثقيلة وأيضا قذائف الفوزليكا، وانفجارات هزت البلدة بشكل عنيف جدا من جهة طريق مطار دمشق الدولي، كما ارتقى 4 شهداء على الأقل في مخيم اليرموك في عاصمة دمشق، وسقط أيضا عدد من الجرحى جراء قصف قوات النظام السورية لسوق الخضار في حي العروبة قبل قليل. أيضا يعني عدد الجرحى سقطوا في استهداف قوات النظام السورية لحي التقدم
في العاصمة دمشق أيضا. أيضا قوات النظام السورية اليوم استهدفت السيدة زينب بقصف عنيف جدا برجمات صواريخ والمدفعية الثقيلة، أدى ذلك إلى سقوط العديد من الجرحى تزامنا مع اشتباكات عنيفة تدور بين المجاهدين وقوات النظام السورية مدعومة بحزب الله اللبناني وأيضا لواء أبو الفضل العباس في محوري بساتين حجيرة البلد وأيضا دوار حجيرة. طبعا قوات أبو الفضل العباس وأيضا قوات حزب الله الإيرانية قامت بقصف مواقع في داخل السيدة زينب بصواريخ داود الإيرانية. رد المجاهدون اليوم بقصف مقرات حزب الله اللبناني وأيضا لواء أبو الفضل العباس بصواريخ جراد، أكثر من 10 صواريخ جراد أطلقها جيش الإسلام كما أعلن اليوم ضد قوات النظام السوري وأيضا الميليشيات المتعاونة معه. أيضا تشتد المعارك بين الجانبين، بين الجيش الحر وبين الحزب الله وقوات النظام السورية في جبهة الحجر الأسود، وهناك قصف عنيف جدا على البلدات المجاورة إلى ببيلة ويدة وبيت سحم، كما أيضا قصفت قوات النظام السورية بلدة مليحة، أدى ذلك إلى سقوط شهيد وهو من أهالي مدينة حموريا وعشرات الجرحى برصاص قناصة إدارة الدفاع الجوي وحاجز نعم. النسيم في المليحة أيضا. أشكرك السيد محمد السعيد عضو مجلس قيادة الثورة بريف دمشق، شكرا لك على كل هذه المعلومات. حدد الجيش الحر شروطا للمشاركة في مؤتمر جنيف 2، أبرزها تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري. ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع إعلان الائتلاف الوطني الموافقة المشروطة على المشاركة في جنيف 2 وتشكيله أول حكومة برئاسة أحمد طعمي. في المقابل ذكرت مصادر أن المملكة العربية السعودية قررت منح الحكومة الانتقالية مساعدة قدرها 300 مليون دولار. أول حكومة للمعارضة برئاسة أحمد الطعمي انتخبها أعضاء الائتلاف السوري المعارض خلال اجتماعاتهم في اسطنبول، الأمر الذي اعتبره طعمي بالحدث التاريخي. وبعد تسمية وزراء الدفاع والمالية والاقتصاد ونائب رئيس الوزراء، أشارت مصادر الائتلاف إلى أن المشاورات جارية لاستكمال انتخاب وزراء الصحة والداخلية والتعليم. وبعد أيام من المداولات والنقاشات بين أطراف الائتلاف الوطني السوري في اسطنبول، تم تحديد أسماء الشخصيات التي ستستلم 8 وزارات في حكومة المعارضة، فيما تبقى 3 أخرى بانتظار تسمية من سيتسلم حقائبها. ومن أبرز الإنجازات التي خرج بها المؤتمر إضافة إلى قرار المشاركة في مؤتمر جنيف 2، انضمام المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف الوطني السوري المعارض، ليصبح الائتلاف الآن ممثلا لمعظم مكونات الشعب السوري توجه إلى جنيف. كما تناولت النقاشات مسألة مشاركة إيران من عدمها في مؤتمر جنيف وشروط الائتلاف من أجل قبول بمثل تلك المشاركة. وكان مجلس القيادة العسكرية العليا لهيئة أركان الثورة السورية رحب بمشاركة المعارضة السورية في مؤتمر جنيف 2، مطالبا بحل سياسي يستند إلى توفير البيئة والمناخ المناسبين لنجاحه، والتي تتمثل في وقف آلة القتل وقصف النظام للمدن السورية وفك الحصار عن المناطق المنكوبة وفتح الممرات الإنسانية وخصوصا للمناطق المحاصرة وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمفقودين في السجون، بالإضافة لخروج مسلحي حزب الله والجماعات الأخرى من الأراضي السورية، والإعلان عن وقف العمل بالدستور السوري الحالي والموافقة الأولية على تنحي الأسد عن السلطة ووضع جدول زمني لكل مراحل التفاوض تحت الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة. في المواقف، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن قرار الائتلاف الوطني السوري المشاركة في مؤتمر للسلام في جنيف يشكل تقدما كبيرا نحو إمكانية الحل السياسي. وأعلن وزير الخارجية أن هذا القرار يبرهن على حس المسؤولية لدى المعارضة المعتدلة والتي تمثل تنوع الشعب السوري، مؤكدا أن فرنسا تدعم بالكامل مطلب الشعب السوري بوصول المساعدات الإنسانية فورا إلى المدنيين ولا سيما في المدن التي يحاصرها النظام. النشط مستمر وفيها بعد الفاصل العمال المياومون إلى التحرك مجددا. أهلا بكم من جديد. ارتفع إلى 11 عدد الموقوفين من سرايا المقاومة التابعة لحزب الله في صيدا الذين شاركوا في الاعتداء على أحد المواطنين وتحطيم محله التجاري في محلة البستان الكبير في صيدا. وقد توزع الموقوفون على نظرتي مخفر صيدا القديمة ومخفر صيدا الجديدة بانتظار إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب لإحالتهم إلى القضاء المختص. وعلم تلفزيون المستقبل أن 3 آخرين من عناصر السرايا شاركوا في هذا الاعتداء لا زالوا متوارين على الأنظار وتجري ملاحقتهم.
وفي موقف لافت استنكر التنظيم الشعبي الناصري ما حدث من إطلاق نار وتعديات، داعيا القوى الأمنية للتصدي بحزم لكل مرتكب. وأفيد أن موقف التنظيم الناصري هذا من سرايا حليف حزب الله جاء على خلفية تعرض ابن أحد كوادر التنظيم ويدعى أحمد محمد اليمن للاعتداء من قبل عناصر السرايا خلال حادثة البستان الكبير. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الاستمرار بملاحقة ملف المفقودين والأسرى في السجون السورية لإيصاله إلى خواتيمه. ودعا جعجع بعد لقائه وفدا من أهالي المفقودين، دعا النواب لاستكمال البحث في اقتراح القانون الذي قدمته كتلة القوات إلى المجلس النيابي حول المفقودين، مشددا على ضرورة عدم إغراق هذا الملف بموضوع أكبر وهو ملف المفقودين في كل الحرب اللبنانية. ما استوقف أهالي المفقودين في السجون السورية هو نقطتين. أول نقطة محاولة البعض إغراق هالموضوع بالموضوع الأكبر يلي هن المفقودين بكل الحرب اللبنانية. طبعا في كتير مفقودين بالحرب اللبنانية، الحكومة حيالها حكومة لبنانية مفترض تشكل لجنة لفتح كل ملفات المفقودين في الحرب اللبنانية اللي استمرت من سنة 75 للتسعين. بس بما يتعلق بموضوع المفقودين في السجون السورية، هيدا مجرد ملف واحد من الكتاب الكبير، من الملف الكبير. هيدا ملف لوحده، لأنه الحد الأقصى من المعلومات معروف عنه، معروفين هالمفقودين، في البعض منهم طلعوا أهليهم، في كتار منهم طلعوا أهليهم شافوهم بالسجون السورية. عاد الهدوء إلى بلدة أفقى في جرود جبيل بعد توتر نتج عن إقدام مواطنين على قطع الطريق وإطلاق النار في الهواء لمنع قوة من فصيلة قرطبة من قوى الأمن الداخلي من إزالة مخالفات بناء. وقد قامت القوى الأمنية بالكشف على الأبنية المخالفة بمرافقة رئيس بلدية أفقى محسن زعيتر. قررت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تنفيذ إضراب عام في 26 من الشهر الجاري احتجاجا على التأخير في إقرار سلسلة الرتب والرواتب على أساس الاتفاقات والتعهدات المقدمة، وكذلك احتجاجا على الشلل الحاصل في مؤسسات الدولة. مطلبيا أيضا، نفذ عمال غب الطلب في مؤسسة كهرباء لبنان اعتصاما أمام المؤسسة تخلله قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجا على عدم تقاضي رواتبهم. احتجاجا على عدم قبض رواتبهم منذ 3 أشهر، أقفل عمال غب الطلب التابعين لشركة ترايكوم البوابات 3 لشركة كهرباء لبنان وأشعلوا الإطارات على المدخل البحري للشركة. بانتظار مشروع التثبيت الموجود بمجلس النواب، نحن في استمرارية بدنا نكفي فيها لبين ما نوصل لهذا المشروع. استلمنا وعود من شركة كهرباء، من مؤسسة كهرباء لبنان، من جمعة الماضي لحديت هلا لوصلنا لمحل مسكر معهم، ونظرا لعدم التوصل لحلول مع إدارة المؤسسة وما في عقودة منصفة بحق العمال، توصلنا لأنه نعلن الاعتصام المفتوح داخل حرم المؤسسة. اجتماعات اللجنة مفتوحة على كل مندوبي المديريات بكهرباء لبنان. شو منلاقي شو منلاقي تجاوب معنا منخفض، شو منلاقي سد بوجنا منشوف شو الإجراءات ممكن ناخدها. ويواجه المياومون أوضاع اقتصادية صعبة في ظل الاستمرار في عدم دفع رواتبهم، كما عقدوا اجتماعا مع المدير العام للشركة لكنه لم يسفر عن أي حل. استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل، وبحث معه في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. ثم التقى سلام رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان في زيارة تعارفية. في النشرة بعد الفاصل، النفط يشعل أزمة إضافية في ليبيا، والمؤتمر الوطني يحل غرفة عمليات ثوار ليبيا. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان، وقد تابعتم فيها. علي عيد لم يمثل أمام القاضي أبو غيدة، وترقب في طرابلس بعد مقتل مسؤول في جبهة العلم عمل الإسلامي برصاص مجهولين. سليمان يعود إلى لبنان في ختام زيارة إلى المملكة السعودية، التقى خلالها كبار المسؤولين والرئيس الحريري. معارك ضارية في السيدة زينب والأحياء الجنوبية وقذائف على البنك المركزي في وسط دمشق. رئيس الحكومة الليبية علي زيدان ينذر إقليم برقة للتراجع عن فكرة إنشاء إقليم جديد ومنع تصدير النفط، وأعطى مهلة أيام فقط لتنفيذ أوامر السلطة المركزية في طرابلس. والمؤتمر الوطني الليبي يحل غرفة عمليات ثوار ليبيا المتهمة باختطاف رئيس الوزراء علي زيدان قبل أسابيع ويلحقها برئاسة الأركان العامة.
تحديا جديدا فرضته حكومة الظل التي شكلها زعماء شرق ليبيا على الحكومة المركزية بإعلانها عن إنشاء شركة خاصة لبيع النفط الخام من الحقول والموانئ التي تشغلها حاليا، بالإضافة إلى إيقافها أكثر من نصف ما تصدره المؤسسة. رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة إبراهيم الجدران أوضح أن المؤسسة التي أنشئت ستقوم ببيع النفط الخام الذي تنتجه المنطقة وستعطي حصصا إلى طرابلس ومناطق ليبية أخرى، لافتا إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو خلق إدارة أكثر عدلا لتوزيع النفط. غير أن انعكاسات تعطيل ضخ النفط ووقف أعمال التصدير من مرافق النفط الرئيسية في شرق البلاد منذ الصيف الماضي سرعان ما بدأت تظهر على ميزانية الدولة وتزايد نسبة العجز فيها. بسبب تعطل النفط قد تضطر الدولة أو قد تجد الدولة نفسها في عجز. احنا ما عندناش مورد للمرتبات ولا المعيشة إلا النفط، والميزانية توضع على أساس الدخل السنوي للنفط. وفي ظل الحديث عن سعي إقليم برقة للحصول على حكم ذاتي للسيطرة على مصادر النفط الرئيسية، هددت حكومة علي زيدان إقليم برقة للتراجع عن هذه الفكرة ومنع تصدير النفط، وأعطت مهلة أيام لتنفيذ أوامر السلطة المركزية في طرابلس. وإلى جانب الأزمة السياسية، تواجه حكومة طرابلس تحديا أمنيا كبيرا ما دفع بزيدان للتوجه إلى مدينة بنغازي التي تعاني من فلتان أمني كبير وشهدت سلسلة تفجيرات واغتيالات. زيدان هاجم من يمنعون قيام الدولة الليبية ويعملون على نشر الفوضى باستهداف القوات الأمنية والعسكرية، معلنا التزامه بإيجاد حلول للملف الأمني وكاشفا عن إرسال دعم لوجستي للقوات الأمنية والعسكرية المكلفة بحماية المدينة. وسط هذه الأجواء أعلن المؤتمر الوطني الليبي حل غرفة ثوار ليبيا المتهمة بخطف زيدان. رفضت إيران وروسيا الاتهامات الأمريكية والفرنسية بتعطيل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي خلال محادثات جنيف التي عقدت الأسبوع الماضي. ووصف وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف تصريحات وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس بأنها أفسدت اتفاقا محتملا. ليس بالجديد أن تنتهي المفاوضات المكثفة بين إيران والقوى الست الكبرى في جنيف بالفشل، فقد انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره الأمريكي جون كيري الذي قال إن طهران تراجعت عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها لتخفيف العقوبات على طهران. وكان كيري أشار إلى أن الدول الكبرى كانت قريبة للغاية من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي في محادثات جنيف الأخيرة، معتبرا أن ما يفرقنا 4 أو 5 صياغات مختلفة لمفاهيم معينة، مستبعدا أن يحول ذلك دون التوصل إلى اتفاق، متهما في حوار خاص مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي طهران بالانسحاب من اتفاقية محتملة في اليوم الأخير من المحادثات. إلى ذلك، كشفت مصادر في مجلس الشيوخ الأمريكي عن أن المشرعين لن يتخذوا قرارا بتشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي قبل الاستماع لإفادة وزير الخارجية جون كيري الأسبوع الجاري. في المقابل، أعلن وزير الخارجية البريطانية ويليام هيج أنه إذا فشلت المفاوضات بين الدول الكبرى وإيران فستتكثف في مثل هذا الحال الضغوط الرامية إلى تشديد العقوبات المفروضة على طهران. روسيا رفضت بدورها تحميل الإيرانيين مسؤولية الفشل، ونقلت وكالة انترفاكس عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية قوله إن الإيرانيين ليسوا مسؤولين عن عدم التوصل إلى اتفاق في مفاوضات جنيف بين إيران والسداسية الدولية. من جانبه، أقر وزير المالية الإسرائيلي بأن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية تشهد توترا في الفترة الراهنة على خلفية ملف إيران النووي، مؤكدا أن العلاقات الثنائية لم تصل بعد إلى حد القطيعة. أجبرت مقاتلتان سعوديتان مروحية إريترية على الهبوط بمطار في جازان جنوبية السعودية على الحدود مع اليمن بسبب دخولها الأجواء السعودية بطريقة غير نظامية ومن دون تنسيق مسبق. وأكد المتحدث الإعلامي بالنيابة في إمارة جازان أن الطائرة التي تم اعتراضها هي طائرة إريترية، لافتا لأنها تحمل 3 أفراد طلبوا اللجوء السياسي وتم منحهم ذلك بعد تنسيق عاجل في هذا الشأن. التقى وفد الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي أحداث الاتحادية الرئيس المصري المعزول محمد مرسي داخل سجنه، وحولت الأجهزة الأمنية المنطقة المحيطة بالسجن إلى ثكنة عسكرية، حيث منعت السيارات من الاقتراب إلى محيط السجن لأكثر من 2 كيلومترين، كما قامت دوريات ثابتة ومتحركة بمراقبة السيارات والأفراد المتجهين إليه. وقبيل دخوله، قال محمد الضماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع إن الوفد سيعرض مع مرسي تفاصيل وكيفية التعامل مع القضية في ضوء رفضه تسمية محامي.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن توجه حاملة طائرات وسفن حربية أمريكية إلى الفلبين للمساعدة في أعمال الإغاثة وجهود الإنقاذ اللازمة بعد الإعصار المدمر الذي خلف آلاف القتلى. المتحدث باسم البنتاغون جورج ليتل أوضح أن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل أصدر أوامر بإرسال حاملة الطائرات USS جورج واشنطن والتي تحمل 5000 بحار وأكثر من 80 طائرة والموجودة في هونغ كونغ، بالإضافة إلى عدد من السفن الحربية الأخرى إلى الفلبين، على أن تصل إلى وجهتها ما بين 48 و 72 ساعة. في الاقتصاد بعد الفاصل، أمريكا الأولى في إنتاج النفط في العام 2016. ونصل إلى الصفحة الاقتصادية مع باسل خطيب. يعطيك العافية باسل. أهلا ماهر. شكرا. أهلا بكم. استمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الأولى نحاس إلى هواجس شركات التأمين العاملة في لبنان خلال اجتماع موسع عقد في مقر جمعية شركات الضمان في لبنان. حضره إلى جانب نحاس رئيس لجنة الرقابة على هيئات الضمان وليد جنادري، رئيس جمعية شركات الضمان أسعد ميرزا، وأعضاء الجمعية العمومية وممثلو ومدراء شركات التأمين العاملة في السوق اللبنانية. وعرض ميرزا للسلسلة من المواضيع التي تهم القطاع وتطلب مساندة من وزارة الاقتصاد والتجارة لتطبيقها، في حين شدد نحاس على وجوب متابعة ما بدأته هذه الوزارة مع الوزارة المقبلة، مشيرا إلى أن قانون هيئة الضمان سيكون حتما على طاولة البحث في المجلس النيابي الجديد. واقترح نحاس تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والجمعية لمتابعة كل المواضيع المتعلقة بذلك. أطلق بنك بيبلوس بالتعاون مع شركة جيمالتو للأمن الرقمي البطاقة المصرفية الحيوية الأولى في لبنان بايوسورست. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في مقر البنك في الأشرفية. ويتوقع بنك بيبلوس أن يحول أكثر من 80% من محفظات البطاقات لديه إلى بطاقات مصرفية حيوية جديدة خلال 3 سنوات، مستبدلا بذلك المواد البلاستيكية التقليدية بمواد قابلة لإعادة التدوير والتحلل بسهولة. وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي في سياق اهتمام بنك بيبلوس بالمحافظة على البيئة ورؤيته الاستراتيجية لتقييم وإدارة الأثر البيئي الناتج عن كل سياسة أو منتج أو مبادرة يطلقها. بعد البلبلة التي أحدثها رفع سعر طن الطحين المسلم إلى المطاحن من قبل مطحنة باقليان، علم تلفزيون مستقبل أن القضية عولجت وعادت أفران باقليان تسلم طن الطحين إلى الأفران بالسعر الذي كان عليه وهو 590 ألف ليرة، وذلك لغاية أواخر الشهر الحالي، على أن تستأنف وزارة الاقتصاد والتجارة الدعم بعدما أطلقت مناقصة لشراء 40 ألف طن من القمح. الملفت في بورصة بيروت اليوم تحسن كل من سوليدر آ 5% إلى 11.75 وسوليدر بي 5.70 إلى 11.60، وتراجع كل من سهم بنك عودة 2% إلى 6.75 وبنك بيبلوس 1.31 إلى $50. أما بيبلوس تفضيلي فئة 2009 فتحسن 1% إلى $101. كشف تقرير الاجتماد المالي لعام 2014 والذي أعده البنك الدولي أن نحو 5 مليار و 200 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف البالغين في العالم لا يمتلكون حسابات مصرفية، بالرغم من التوسع في الخدمات المالية في كثير من الدول النامية بفضل الأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول وغيرها من التقنيات المبتكرة. وأعلن رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم عن مبادرة جديدة لتعميم الوصول إلى الخدمات المالية لكل البالغين في سن العمل بحلول عام 2020 بمساعدة مبتكرات تقنية مثل حسابات الأموال الإلكترونية ومحافظ الهاتف المحمول. قالت وكالة الطاقة الدولية إن الولايات المتحدة الأمريكية ستتفوق على السعودية وروسيا لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم بحلول عام 2016، وتقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل اعتمادها على إمدادات أوبك. وذكرت الوكالة في تقريرها أن إنتاج حقول النفط في تكساس ونورث داكوتا سيبدأ في التراجع بحلول عام 2020، وحينئذ يستعيد الشرق الأوسط هيمنته ولا سيما كمورد لآسيا. وقال كبير اقتصادي الوكالة في عرضه لتلك التوقعات
إن سعر النفط سيرتفع بالطراد ليصل إلى 128 دولار للبرميل في العام 2035 بزيادة 3 دولار عن التوقعات السابقة في العام 2012. ومن النفط إلى عالم السيارات، حيث أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية عن إجبار شركة نيسان كوريا التابعة لشركة نيسان موتورز اليابانية لصناعة السيارات على استدعاء أكثر من 2000 سيارة من سياراتها الفارهة إنفينيتي بسبب مشكلات في دواسة السرعة. وذكرت وزارة النقل أن سرعة السيارة لا تزيد بصورة طبيعية بسبب وجود عيب في جهاز استشعار دواسة السرعة، مشيرة إلى أن مراكز خدمة نيسان كوريا ستقوم بإصلاح هذا الخلل مجانا لأصحاب السيارات. توقعت شركة إريكسون السويدية أن يرتفع عدد الهواتف الذكية 3 أضعاف ليصل إلى 5,600,000,000 هاتف على مستوى العالم بحلول عام 2019، بما يمثل أكثر من 60% من الهواتف الخلوية. كما توقعت إريكسون أن تنمو حركة الاتصالات عبر الهواتف الذكية 10 أضعاف خلال السنوات 6 المقبلة، حيث يقوم مقدمو الخدمة بزيادة الشبكات عالية السرعة للتعامل مع هذه الطفرة. ويتوقع أن يصل مجموع الاشتراكات المتنقلة إلى 9,300,000,000 بحلول عام 2019. هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء. الرياضة بعد الفاصل. الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة الماسترز للمرة الثالثة في تاريخه. الصفحة الرياضية مع هبة زيدان. تفضلي هبة. شكرا ماهر. أهلا بكم إلى نشرة الرياضة. برعاية رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب هي الحريري، تنطلق دورة حسام الدين حريري 23 لكرة السلة يوم الخميس المقبل في قاعة صائب سلام في النادي الرياضي بيروت في المنارة بمشاركة 7 أندية محلية. المباراة الافتتاحية ستجمع فريق الرياضي مع التضامن الزوق في تمام 5:30 مساء مباشرة عبر شاشة تلفزيون المستقبل. دوليا، أعلن نادي برشلونة بأن مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع بعد إصابته بتمزق عضلي في فخذه الأيسر. وتأتي هذه الإصابة بعد مشاكل بدنية كثيرة تعرض لها ميسي خلال عام 2013، وهو سيقضي فترة النقاهة في برشلونة ثم يتوجه إلى بيونس آيرس كما أعلن أطباء النادي الكتالوني. يذكر أن ميسي سيغيب على الأرجح حتى نهاية العام الحالي على أي يعاود نشاطه بعد فترة التوقف الشتوي، ولن يشارك أيضا مع منتخب بلاده في المباراتين الوديتين ضد الإكوادور والبوسنة في 15 و19 من الشهر الحالي. أكدت صحيفة ABC الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد في تقرير نشرته صباح اليوم بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر عدم حضور حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2013. وقد أشارت الصحيفة إلى أن رونالدو اتخذ هذا القرار بشكل جاد بعد تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سيب بلاتر الأخيرة، والتي كان قد سخر فيها من النجم البرتغالي في أحد المؤتمرات الخاصة. وفي الوقت ذاته لم تغلق الصحيفة الإسبانية الباب أمام إمكانية حضور اللاعب، مشيرة إلى أن رونالدو قد يتراجع عن قراره، وذلك في حال تغيرت بعض الأمور إلى حين انعقاد حفل توزيع الجوائز. أعلن البريد السويدي أنه سيبيع طوابع تحمل صورة اللاعب السويدي الدولي زلاتان إبراهيموفيتش في الأشهر المقبلة. وقال مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إبرا في بيان صادر عن هيئة البريد السويدي إنه لي شرف عظيم لي. إلى عالم التنس، حيث احتفظ الصربي نوفاك ديوغوفيتش بلقب بطولة الماسترز للرجال في لندن والبالغة قيمة الجوائز فيها 6 ملايين دولار بفوزه على الإسباني رافائيل نادال بمجموعتين من دون رد بواقع 6-3 و6-4. ديوغوفيتش استحق اللقب لأنه كان الأفضل في المباراة النهائية والأكثر تركيزا، حيث احتاج إلى 1:36 لتحقيق لقبه 41 في مسيرته الاحترافية. الجدير بالذكر أن نادال احتفظ بصدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين حتى نهاية العام رغم هذه الخسارة. نبقى في عالم التنس وفي بطولة الماسترز للرجال في لندن وفي نهائي الزوجي، فكان الإسبان أوفر حظا حيث فاز الثنائي فرناندو فيرداسكو وديفيد ماريرو باللقب على حساب الأخوين الأمريكيين بوب ومايك براين بمجموعتين لواحدة بواقع 7-5 6-7 و10-7.
أعلن فريق ويليامز البريطاني للفورمولا 1 أن السائق البرازيلي فيليبي ماسا سيدافع عن ألوانه الموسم المقبل خلفا للفنزويلي باستور مالدونادو. ماسا كان قد ودع فريق فيراري يوم الأحد الماضي بعد أن قاد معه لثماني سنوات في 184 سباق فاز فيها بالمركز الأول في 11 مناسبة. في الNBA تغلب لوس أنجلوس كليبرز على مينيسوتا تيمبر وولفز ب 109 نقاط مقابل 107. المباراة جاءت متقاربة بين الطرفين حيث لم تعرف هوية الفريق الفائز حتى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء والتي نجح فيها فريق كليبرز في حسمها لصالحه بفضل تألق كل من بليك جريفن بإحرازه 25 نقطة وكريس بول ب 21. وفي باقي أبرز النتائج فوز إنديانا بيسرز على منفس جريزليز 95-79 وأتلانتا هوكس على تشارلوت بوبكاتس 103-94 وشيكاغو بولز على كليفلاند كافاليرز 96-81. هذا كل شيء في الرياضة حتى الساعة، ألقاكم في المسائية. والآن إلى النشرة الجوية. طقس متقلب نسبيا عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. لليوم الثالث لفترة بعد الظهر الجو العام بلبنان متقلب أيضا بين قليل الغيوم لغائم جزئيا. عنا احتمال كبير لتساقط أمطار متفرقة خاصة للمناطق الداخلية والجبلية يلي اليوم رح تشهد انخفاض بارز بدرجات الحرارة. نسبة الرطوبة أدناها 45 أقصى 70%. اتجاه رياح شمالية لشمالية شرقية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. حال البحر معتدل، ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 23 درجة. أقصى درجات الحرارة المتوقعة تصل اليوم نبدأ على طرابلس 26، 25 بجبيل، 28 درجة بصيدا وصور و27 للعاصمة بيروت، 21 درجة بالقرعون وزحلة، 20 لبيت الدين، 14 بفقرة و13 درجة أقصاها للأرس. في الختام هذا تذكير بالعناوين. علي عيد لم يمثل أمام القاضي أبو غيدة وترقب في طرابلس بعد مقتل مسؤول في جبهة العمل الإسلامي برصاص مجهولين. سليمان يعود إلى لبنان في ختام زيارة إلى المملكة السعودية، التقى خلالها كبار المسؤولين والرئيس الحريري. معارك ضارية في السيدة زينب والأحياء الجنوبية وقذائف على البنك المركزي في وسط دمشق. وكان في الاقتصاد، نحاس يقترح تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وجمعية شركات الضمان. وفي الرياضة، دورة حسام الدين الحريري لكرة السلة تنطلق الخميس في المنارة. ختام نشرة من الميدان لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. قرأ المعلومات وعوينه حلال علينا دمه. إياكم فستقطع يده.